هل نفسك تدرسي الحاجة اللي انتي بتحبيها بمنحة كاملة؟ نفسك ما تدفعيش ولا مليم في دراستك؟ طب نفسك كمان تاخدي مرتب ثابت بس من الدراسة بتاعتك؟ هل انتي بنوتة عربية نفسها تلف العالم وتجري ورا حلمها؟ هل في مجال دراسة معين عينك بتلمع لما تقرأي فيه؟ هل في حاجة معينة نفسك تدرسيها وبتحلمي بيها؟ لو إجابتك على الأسئلة دي بأيوة فأنتي في المكان الصح. طب عندي أسئلة كمان، هل نفسك تدرسي الحاجة اللي انتي بتحبيها بمنحة كاملة؟ نفسك ما تدفعيش ولا مليم في دراستك؟ طب نفسك كمان تاخدي مرتب ثابت بس من الدراسة بتاعتك؟ لو إجابتك على الأسئلة دي كمان بأيوة فأنتي أهلا في المكان الصح. أنا سارة أبو العين من مصر، عندي 20 سنة وبدرس هندسة طبية في جامعة تنسي، ودي واحدة من أكبر الجامعات في الجنوب الأمريكي والقريبة جدا من مركز أوكريدج الوطني للأبحاث، وده واحد من أكبر مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية اللي شغال فيه الكتير من العلماء والعالمات العرب. الفيديو بتاعي هينقسم لقسمين، القسم الأول هتكلم على منح البكالوريوس والتاني هتكلم على الماجستير أو الدكتوراه. بالنسبة للبكالوريوس أهم حاجة إنك تدوري على جهة منحة. يعني إيه جهة منحة؟ يعني مؤسسة تنموية أو جمعية خيرية أو رجل أعمال معروف إنهم بيقدموا منح للدراسة للفتيات في الخارج. طيب قبل أصلا كمان ما تدوري على جهة منحة لازم تمتحني امتحانات معينة علشان يتم قبولك في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. الامتحانات دي فيها امتحانات بتقيس قدراتك التحليلية ومهارتك في اللغة الإنجليزية زي امتحانات التوفل أو الأيلتس، وفي امتحانات تانية كمان زي الـ ACT او الـ SAT. طيب تختاري انهي امتحان من الامتحانات دي؟ لو انتي ميولك ادبية فامتحان التوفل او الـ IELTS بس كفاية لقبولك في احدى جامعات الولايات المتحدة الامريكية. اما لو انتي ميولك في مجال الـ STEM وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فانتي بالاضافة التوفل او الـ IELTS لازم تمتحني الـ ACT او الـ SAT. طب ايه هما الـ ACT او الـ SAT دول؟ دول امتحانات بيقيسوا مهارتك التحليلية في اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات. طيب امتحنتي الامتحانات دي، مبروك عليكي، انت كده تخطيتي اول خطوه بنجاح وعلى اول الطريق. هتبتدي تشوفي الجهات المنحه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر وده اعلان غير مدفوع لاجر، في مؤسسه اسمها مؤسسه بنات من اجل الحياه، صاحبها رجل اعمال فلسطيني فقد بناته في قصف لبيتهم في قطاع غزه الاعزل، دكتور عز الدين ابو العيش، بيقدم منحه سنويه كامله للبنات من الوطن العربي ان هم يدرسوا في مجال البكالوريوس اي حاجه هم بيحبوها عندهم شغف فيها. حطي 5000 خط تحت كلمة بيحبوها عندهم شغف فيها دي عشان هرجع لها بعدين. هتدخلي على الموقع الإلكتروني بتاع الجهة المنحة وهتبتدي تشوفي ايه هي الجامعات اللي الجهة المنحة دي متعاقدة معاهم. هتشوفي انهي جامعة فيهم انتي مهتمة انك تدرسي فيها وتشوفي اذا فيها مجال الدراسة بتاعتك ولا لا. كمان هتبصي على معايير القبول وتشوفي اذا درجاتك في الامتحانات بتتوافق مع شروطهم ولا لا. لو لقيتي الجامعة المناسبة هتدخلي وهتقدمي زيك زي أي طالبة أو طالب بيقدم في الجامعة، وهتملي كل البيانات المطلوبة. كل ده بيحصل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة نفسها. في نفس الوقت هتبعتي بريد إلكتروني للجامعة بتقولي لهم إن أنتي مقدمة ليهم من خلال منحة مؤسسة بنات من أجل الحياة. طيب في الوقت اللي أنتي بتملي بيه بيانات الجامعة أنتي في نفس الوقت بتملي أوراق تانية خالص متعلقة بالجهة المنحة بتاعتك. ومن اشهر الاسئله الشائعه اللي لازم هتتساليها في اي منحه هتقدمي ليها، بالذات لو المنحه دي منحه دراسيه، هتتسالي ايه هو المجال اللي انت نفسك تدرسيه وليه عايزه تدرسيه، وايه هو طموحك وايه هي اهدافك في الحياه. زي ما قلت لكم قبل كده ان لازم يكون عندكم حب قوي وشغف للحاجه اللي انتوا نفسكم تدرسوها. على سبيل المثال لو انت طموحك مثلا فني، نفسك توصلي احساس موسيقي للناس بطريقه معينه، فده مكانك. لو يا ستي نفسك تدرسي حياة الضفدع السوفسطسائي، الصف اللي هو انا مش عارفة هو ايه، بس ايا كان لو هو ده طموحك وقدرتي فعلا تقنعي الجهة المنحة بتاعتك ان انتي بتحبي قوي المجال ده وعندك شغف فيه، فمبروك عليكي، بكرة هنبقى هنا سوا ان شاء الله. ده كده بالنسبة للبكالوريوس. ندخل بقى على المعلمات الكبيرات بتوعنا بتوع الماجستير والدكتوراه. الطريقة نفسها بتاعة التقديم بتختلف شوية، لأن إحنا مش هندور على جهة منحة. إحنا هنعمل إيه؟ على سبيل المثال أنا مثلا مهتمة بدراسة شيء معين، خليني أكون محددة أكتر، الشيء ده في مجال الهندسة الطبية، تحديد أكتر في المايكروويفز، أكتر أكتر أكتر
انا مهتمه بتطبيقات المايكروويفز في فحص سرطان الغده الدرقيه. هبتدي ادخل على الانترنت واشوف ايه هي احدث الورقات البحثيه اللي اتنشرت في الموضوع ده بالتحديد. هشوف مين الدكتور اللي شغال على الورقه دي وهبتدي اتواصل معاه. يعني على سبيل المثال انا مثلا لقيت دكتور ستيف ابو العلا شغال في الموضوع ده في احدى جامعات الولايات المتحده الامريكيه. ليه بقى عرفت منين؟ لاني لقيت اسمه طبعا مكتوب في الورقه البحثيه. طيب لو انا ما لقيتش البريد الالكتروني بتاع دكتور ستيف ده جوه الورقه نفسها، على الاقل لازم الاقي اسم الجامعه اللي هو شغال فيها. وكاي بنت عربيه لاول مره في حياتها بتقرر تمارس مهاره الستوكينج بطريقه صح، تبتدي تستوك الناس الصح في الوقت الصح، هتدخل على الموقع الالكتروني بتاع الجامعه وهتدور تجيب منه البريد الالكتروني بتاع دكتور ستيف ده وهتبتدي تتواصل معاه. هتبعت له بريد الكتروني هتقول له اهلا يا دكتور ستيف، انا مهتمه جدا بحضرتك شغال عليه ونفسي ده يكون موضوع الماجستير او الدكتوراه بتاعتي. وكمان هتبعتي له السي في بتاعك ودرجاتك في الامتحانات، سواء امتحانات الجامعه او الامتحانات اللي انا هتكلم عليها حالا. بعتي له خلاص، هتقولي له كمان تسأليه اذا هو عنده تمويل انه يقدر يجيبك في المعمل بتاعه ولا لا. وهتستني شوية لان دكتور ستيف من عيلة ابو ستيف هو بيحب يتقال على الناس. لو كانت اجابته بنعم هتسافري وهتدرسي الحاجة اللي انت بتحبيها مجانا من غير ما تدفعي ولا مليم. كمان هيكون عندك مرتب ثابت لان وجودك في المعمل بتاع دكتور ستيف ده هيكون بيغطي تكاليف الدراسة والسكن بتاعتك. كمان هيديكي زي مرتب شهري تقدري يغطي احتياجاتك الأساسية، وتقدري كمان تسافري وتستمتعي تكتشفي الولايات التانية، وكمان تقدري تسافري برا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في الأجازات. أما لو كانت إجابة عمو ستيف لأ، فأنا مش هيأس وانتو كمان اوعوا تيأسوا، وهنشوف دكتور تاني شغال على نفس الحاجة اللي أنا حباها، وإن شاء الله برضو هتسافري وهتدرسي الحاجة اللي انتي نفسك فيها مجانا. وطبعا كأي بنت عربية مش محتاجة أفكركم تاني، احنا ما شاء الله عزيمتنا وإصرارنا يعني ما شاء الله، فطالما حطينا حاجة في دماغنا هي حصلت ومبروك. طب ايه كمان بقى الامتحانات المهمة قوي اللي لازم تمتحنيها علشان تاخدي ماجستير او دكتوراه في مجال الهندسة او الرياضيات عامة، شامل بقى المحاسبة او ادارة الاعمال؟ انتي برضو لازم تمتحني امتحان التوفل او الايلتس اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. كمان لازم تمتحني امتحان من الامتحانين دول، يا اما الجي ار اي يا اما الجي مات، ودي امتحانات بتقيس قدرتك في الرياضيات بالاضافة للغة الانجليزية. ان شاء الله هعمل فيديوهات تانية هتكلم فيها بالتفصيل عن كل امتحان من الامتحانات دي كلها اللي اتكلمنا عليها خلال الفيديو. كمان هعمل فيديوهات تانية ان شاء الله هتكلم فيها اكتر عن تحديات ما قبل السفر وما بعد السفر، والاسئلة بتاعت الجامعات نفسها في عملية التقديم، واسئلة الجهات المنحة، وازاي نجاوب على الاسئلة دي بطريقة صح، وازاي نتدرب الامتحانات دي وان شاء الله نسكور فيها درجات عالية. كمان ان شاء الله هستضيف بنات من الوطن العربي من دول تانية، صديقاتي هنا من دول زي السعودية العربية، المملكة السعودية العربية، مملكة السعودية، ايا كانت فاهمين انا قصدي ايه، وفلسطين ودول تانية. هما كمان هيتكلموا على المنح اللي هما عارفينها من الدول بتاعتهم والجهات المنحة اللي يقدروا يشاركوها معنا. كنت معاكم سارة أبو العنيم من مصر، الفيديو ده مشاركة مني في أسبوع يوتيوب المرأة العربية اللي بيقدمه موقع بودكاست أريبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.